الدنيا في الماتش التاني في ماتش غينيا بيساو ما كانتش متشقلبه 4 2 3 1 كل واحد في مكانه، الامور المفروض يعني كشكل احنا انا ارتحت، انا حتى قلت ايه المكسب بتاع المباراه دي ان كروش ما عملش تاليف على الاقل في الاول، بس بدا غلط برضه بدانا غلط برضه كان المفروض يبدا ازاي بقى. بص هقول لك بامانه احنا بنتكلم للصالح والله طبعا. مش لاي حاجه تانية يعني عبد الله السعيد احسن لاعب في مصر من اللي انا بحبه ولاعيب كوره اكيد جمال مش هيتفق مش هيختلف معايا كلنا ما نختلفش كلنا عبد الله وهو صغير ما كانش بيلعب في جيل اللي هو فيه بوتريكا وبركات والدنيا يعني ما لحقش الجيل ده ان هو يلعب وهو في عز تالقه ما لعبش مع الناس دي كويس. طب النهارده عبد الله عنده 36 سنه فبتلعبه في التوقيت ده وبيبدا اساسي في ظروف صعبه بقى له فتره ما بيلعبش مع المنتخب احنا شفناه في كاس العرب ما كانش معانا غير مكانه ومكان غير مكانه كمان فانت النهارده يبقى انت كده النهارده برضو في حاجه مش فاهمين يمكن عشان انت بدات غلط في ماتش نيجيريا فحبيت تجرب حد تاني. طب انا لو عايز اجرب حد تاني احط رمضان صبحي واحطه في عدلته مكان عمر مرموش مع احترامي زيزو واحط زيزو في نص الملعب مكان النني النني يعني لعيب ما اي حد ممكن يلعب بره بس انك تطور ادائك ازاي وانك تشتغل على نفسك ازاي مع احترامي النني بيلعب كل كره هو ينزل يستلم وده موجود انا مش بقول حاجه بالف موجود ماتش نيجيريا وماتش الغينيا بينزل يستلم الكره جنب السرد باكين ويروح عامل ايده كده يبص للناس فين الناس وروح مش لاقي حد روح ملعبها تاني طب انا استفدت ايه تلعبها وروح طب انا استفدت ايه انا عايز اتنقل من خط الدفاع لخط الهجوم ايه اللي استفدته مفيش اي حد هينزل يقف في الحته دي يباصي بس الكوره من غير ما التحامات هتبقى سهل هتبقى سهله مش صعبه فعشان كده النهارده لما زيزو نزل لك بقى في ماتش نيجيريا وعمل لك فارق لا كان لازم تبدا بزيزو عايز تبدا بسوليه ما عنديش مشكله ابدا بسوليه بس الناحيه الثانيه حط زيزو وحمدي فتحي كمان حمدي فتحي يعني حمدي فتحي في سته وسوليه وزيزو ابدا كده ورمضان صبحي قدام مصطفى محمد لو انت شايف ان مصطفى محمد ما ادالكش المردود اللي انت عايزه ما تدي محمد شريف مره جربه في الراس حرب شوف الاثنين مش هيعملوا حاجه هشام